طب انا هون بدي اسالك سؤال. اساليني سؤالين. ست مثلا في نوع من الخجل الاجتماعي، اوكي، كيف تتعامل معه؟ انت قولي لي مثلا ست فوق الأربعين حملت، اوكي، وراحت على عياده نسائيه فور تشيك اب 100%، وكانوا موجودين مجموعه من الامهات اللي قاعدين اللي حوامل وهم اصغر منها عمرا بعشر سنين مينيمم، اوكي، طلعوا عليها اولا بنظره مخجله، وممكن واحدة فيهم تتجرأ وتقولها انت حامل، كيف قديه عمرك مثلا، انت اللي زيك صارت بدها تجوز اولادها مثلا، كيف تتعامل الست مع هاي المواقف الاجتماعيه المحرجه؟ شوفي، اول شيء، اي شخص بكسر خاطر شخص او بجرح شخص بعباره هو يعتقد انها عباره عابره، انا عم بسالك سؤال طبيعي، انا بعتقد انه انت ستحاسبي على هذا الكلام، اكيد، يعني هذا اكيد. الشغلة الثانية، إحنا كنساء نطالب من الرجل إنه يحترمنا ويعطينا حقوقنا، ونطالب بالعدالة الاجتماعية، وإحنا نفسنا منظلم بعض. أنا كتير بزعل، هذا عم بحكي عن شق الإمرأة اللي بدها تسمع المرأة الأربعينية الحامل هذا الكلام. ثانيا، أنت كإمرأة بالأربعين اليوم، خلينا نتفق على شغلة، أنا بالنسبة لي أنا مقتنعة إنه الثلاثينات أو الأربعينات صاروا ثلاثينات جداد، والخمسينات أربعينات جداد. اليوم العمر ما حدا بنع، أنا زمان كنت أسمع واحدة عمرها 36 سنة كبيرة، الدنيا كتير تغيرت، المرأة عم تعتني بنفسها بطرق كتير حضارية، وبطرق مش بس قصدي تجميل. اليوم شوفي قدي في نساء صار الرياضة جزء لا يتجزأ من حياتهم، الأكل الهلسي بدير بالها على صحتها. انت كامرأة أربعينية حامل، بالعكس كوني يعني فخورة جدا بأمومتك وبأنوثتك، وممنوع اي حدا انه يسرق مني هاي اللحظة الحلوة، ممنوع. واحنا كستات اذا بدنا نكسر مقاديف بعض ما نطلب من حدا تاني يدعمنا. الله عليكي.